scientific on the evidence itself. It's called disease-oriented evidence. Or we have another option is the patient-oriented evidence. ضمن نشاط فرع الطب كلية طب جامعة البصرة ورشة عمل الجديدة لتعليم الطب المستمر. تشمل الورشة حلقة نقاشية تشمل أطباء الطب الباطني وأطباء بقية الاختصاصات كأمراض القلب وكذلك تدريسي كلية الطب حول ما هو تعليم الطب المستمر وما هي الآليات للأخذ بالإيفيدنس بيز ميديسن الطب المعتمد على الدليل. وتمت حوالي 4 جلسات خلال هذا ورشة العمل مع نقاش مستفيض مع أساتذة كلية طب جامعة البصرة في كيفية تحسين أداء الأطباء بشكل عام وكذلك تدريسي كلية الطب في هذا المجال لتقديم خدمة جيدة لمرضانا عموما إن شاء الله تعالى. أقيمت اليوم في كلية الطب بجامعة البصرة ورشة العمل المتعلقة بالطب الاستدلالي برعاية سيد رئيس الجامعة سيد عميد كلية الطب وسيد الدكتور عبد الأمير رئيس فرع الطب الباطني. ورشة العمل اليوم تتمحور حول فلسفة الإيفيدنس بيس ميديسن أو الطب الاستدلالي وكيفية إنشاء أو تحرير السؤال حول الحالة المرضية واستخراج البيانات والأدلة من المصادر العالمية إضافة إلى كيفية تحليل الدراسات العلمية المنشورة. هذه الورشة العمل تهدف إلى نشر ثقافة ووعي حول Evidence Based Medicine واللي هو موضوع أكاديمي وعملي يدخل في رعاية والمرضى في دول العالم في كافة الجامعات حاليا. ومثل هذه الورشة العمل حسب علمنا هي الأولى من نوعها المقامة الآن في العراق. نتمنى أن تكون ذات فائدة لجميع التدريسيين وإن شاء الله ستتكرر مستقبلا بالنسبة لجميع الكوادر وبالنسبة للدراسات الأولية والعليا إن شاء الله.